يعني شلون؟ مسألة عناد؟ بتحطين راسك براسي؟ يبا ليش ما طلق امي؟ فعليك يا بنيتي شو الحكي؟ من جاب طاري الطلاق الحين؟ لان انا كل يوم اسمعكم تتناجرون. بصراحه انا نفسيتي تعبت ووايد زهقت من النجره. ابي يوم واحد اشوفكم قاعد تضحكون ويا بعض او قاعد تسولفون سوالف حلوه. ما في اذا انتم الاثنين عايشين ويا بعض علشاني ترى انتم مجبورين. امي قالتها نجلك برت معناته اقدر اتحمل مسؤوليه نفسي. وصح اقدر اتحمل مسؤوليه نفسي. رهيبه روحي دارك حطي راسك نومي ما كل العافيه ان شاء الله عشان تظل هي غرفه وانت غرفه. نجله سمعتي ابوك ايش قال؟ ان شاء الله حاضر. نعم ليش تطالعني؟ يا ريت تفكرين بكلام بنتك لاني انا فعلا طقت شبدي ومليت من العيشه. حين يا نجلو. ابا ضحكني. باي باي بعدين اسالك. باي. من كنت تحاكين؟ ردي. اي اكيد ماكو غيره اللي كنت تحاكينه قبل مو كذي؟ اي كذي. تعالي وبعد متعين تردين؟ تبين اعلم ابوك؟ اي ابيش تعلمين ابوي. يلا روحي قولي له. يعني ما انت خايفه؟ صدق انك ما تستحين على وجهك. ليش ما استحي على وجهي الحين؟ انا شنو قلت؟ انت سالتيني تبين اقول حق ابوك؟ وقلت لك اي قولي له. ولا خايفه يا يما يقول لك ان انت السبب اللي فيه نجله؟ انت اللي هامله بنتك بروحاتك ورداتك ورفيجاتك. يلا روحي قولي له خليه يزفني. روحي قولي له. نجلو المشاكل اللي بيني وبين ابوك انت مالك شغل فيها. لا تتدخلين. ما حد طلب رايك. ما حد طلب رايي صح بس صدقيني انا قلت كذي علشان مصلحتك. انت ما تاذيتي من الصراخ والحنه والونه من كذي قلت له طلقها. ترى انا ما قلت شيء غلط. والله عاد حياتي مع ابوك عجبتني حتى لو في مشاكل بيننا هم عجبتني. مالك شغل ليكون سمعت مره ثانيه تبين طار الطلاق. سمعتي؟ اكيد بتعجبك. تدرين ليش؟ لان ابوي كل شيء موفر لك. موفر لك الفلوس والفيلا والخدم والحشم. ليش تتطلقين؟ فلوس النفقه ايش راح تسوي لك؟ بتعوضك؟ ما راح تعوضك على اللي انت عايشه فيه. هذه انت بنتي؟ لا لا لا. تصدقين اللي يسمعك وانت تقولين هذا الكلام يقول انت شريكتي. يا خساره. يا خساره يا نجلو على التعب اللي تعبت عليك. اي تعب؟ اي تعب يا يما اي تعب؟ الخدم اللي تعبانين فيني. انت مو سويت لي شيء يا حظي. تعب. يا ليت ايش تعبتي معاه. يا ليت. انت للحين قاعده؟ على بالي نمتي. لكن قاعده اذهب اغراض حق ابوي. شو اغراضه بعد؟ ملابسه شغله. اي بعد قلت اخذ الادويه مره واحده واوريهم حق الدكتور عشان نشوف اذا يستمر عليهم ولا لا. اي تصدقين طافتني هالسالفه. انا باكر باخذ الادويه واوديهم عند الدكتور واساله عنهم. ما شنو هذا؟ شو الملابس هذه كلها؟ كل هذول قاعد قايسينهم؟ لا يمه شقايسهم. انا قاعد اطلع ملابسي القديمه علشان اوزعهم على الفقاره. اي قديمه؟ هذا الملابس يدد. لا يمه مو هذيلي. انا للحين في اغراض ما طلعتهم الكبت. قولي قصدك قاعد تفكرين ايش تلبسين حق باكر؟ باكر؟ وين؟ حق المستشفى. لا يمه المستشفى انا البس لها اي شيء. نعم نعم ايش فيك طالعيني كذي؟ ماكو شيء. مريم طيبة وحليوة بس مو غبية.
كانت عارفة أن أمها مهتمة بالدكتور راشد، الدكتور اللي عبالة أن أمها إيه إختها. بس هالشي ما راح يستمر، لازم أحد يصحح للدكتور هالمعلومة، ومنو أحسن من مريم عشان يقوم بهالمهمة. أبلا منى لو سمحت. هلا بمدرام. أبي بعتلي الطالبة نجلاء أحمد في حصته. ليش عسى ما شار؟ عايزة أدلها امتحان العربي، البنت كان عندها ظروف عائلية صعبة وأثرت على أدائها في الامتحان. إيه، بس اللي عارفة أنه ممنوع إعادة الاختبار حق أي طالبة إلا إذا كان بعذر طبي. وبعدين نجلاء يومها ما كان فيها شيء، كانت مداومة. أنا عمالة أقولك البنت كان عندها ظروف عائلية صعبة وما عرفتش تحل كويس. إيه ما خالف، بس أنا متأكدة إذا النظرة درت ترى راح ترفض، ما راح ترضى. أولا أنا ما قلت الكش إلا لما استأذنت منها وهي وافقت. وبعدين إيه في إيه؟ قلنا لك البنت عندها ظروف عائلية. إيه فهمت السالفة أنا الحين. كل هذا علشان أبو نجلة يساعد المدرسة؟ أبلة منى حضرتك الكلام ده مش في صالحك، وأبلة غنيمة لو عرفت بالكلام دوت مش هيكون كويس، مش في مصلحتك. ابعتي البنت خلينا نعيد لها امتحان العربي. طب أنا أقول لكم شيء، اليوم الصبح أبلة دلال كلمتني وقالت لي بتعدي الامتحان. يا مو منك شو سويتي؟ ها فعلت زين. سمعيني، درستي حق الامتحان؟ خفصك من تدرس. هاي انت مو تقولي متعدلش الامتحان؟ حبيبتي أبلة دلال لو يت على هنا حيسه ما تعيد لي شيء، خاف صد. والله زين اقول لك يا تيشا. وقف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلوا قعدوا. نجلة. نعم أبلة. قومي روحي حق أبلة دلال. ليش أبلة شنو فيه؟ قومي روحي وتعرفين ليش. قومي إن شاء الله. إيه صح، دخل أخذ قلم. أدم بس من غير ضحك. يلا طلعوا كتبكم خلصوني. أبلة دلال. نعم. أبلة دلال أنا شاطرة بالقواعد بس هذه الإجابة مو مرة علي. أنا كذا؟ إيه آخر درس أخذته في النحو؟ ما أدري ما أتذكر. ما كنا نسوي بالشرط؟ صح هي دي الإجابة. أوكي. بسم الله عليك من شطرة. لو خطك حلو. شطرة. أبلة دلال. شوفي صح؟ لا يا حبيبتي ده مش فاعل، ده مفعول به. فاعل مفعول به نفس الشيء. لا انا اوكي يعني احط فاعل. ايه مفعول به يا حبيبتي. ايه اوكي اوكي. يلا دلال عفوا عفوا شوفني هذه صح. وانتي وبعدين ما عاد يا نوره ليش مو حافظه القصيده؟ أبلة حفظتها بس اخر بيتين مو حفظتهم. آخر بيتين محافظتهم؟ أنت من أول القصيدة وأنت قاعد تخربطين، ما قلتي بيت عدل كامل على بعضه ما قلتي. راح أحط لك صفر، تسمعين يعني شنو صفر؟ صفر بالتسميع. أبلة تكفين، أعطيني فرصة ثانية وباكر أسمع. لا فرصة ثانية ولا ثالثة، خلصينا. هاوشو؟ ايش فيها أبلة منى العصبة اليوم؟ الله يعافي نجلو. ونجلو شكو؟ شنو نجلو شكو؟ ما سمعتيها ايش قالت قبل شوي؟ مو قالت بعيد الامتحان؟ بلا سمعتها. أبلة منى ما تبي تعيد لها الامتحان، أصلاً تكرهها ودتها تسقطها،
بس الله يعافي أبلة دلال، هي اللي مضبطتها. هي الحين فهمت. إيش فيك؟ ليش مو مستوعبة شيء؟ مو متريقة أنتي ولا شنو؟ لا مو متريقة. حياتي، عشان كذي مو فاهمة السالفة. هندا، إيش فيك؟ إيش فيك فرحانة ومتنحة ودايخة؟ إيش فيك؟ أحس إني تعبانة شوي دايخة. حبيبتي. انت المفروض الحين قاعده بالبيت نايمه بالفراش، شو نقول؟ الله يجازي اللي كان السبب. زي يلا خلصوني خل نروح المقصف ناكل ترى يعانا. وي الحمد لله انا افتكيت صلحتهم من زمان عوده. زين سويتي؟ ايه هم تفضلي. دي درجه نقله جديده، اجمعيها مع درجتها عشان نعمل لها الشهاده النهارده. كم شفيت؟ 18 من 20. الله اكبر، والصفر صار 18؟ شلون؟ ايش دراني؟ بقدرة قادر، بذمتك بالله، هذا مو ظلم مو حرام حق الطالبات الباجيين؟ خير صاير؟ والله مو خير، ولو خير ما قلت لك. شنو تحكي؟ خلصيني عندي حصة. اختك سلمى. ايش فيها سلمى بعد؟ تمشي وتتحكي عليك عند البنات. وين من زمان ادرينا تحكي عني، ايش فيك الحين تحكي ويلا عندي حصه؟ لا الحكي الجديد اللي تقوله. ايش قايله بعد؟ مو الله يسلمك صار اختي مع اختك سلمى بالصف. زين وبعدين؟ تقول انك مو اختها وانك لقيطه وان ابوها هو اللي رباك. شو الخرابيط؟ شنو لقيطه؟ هذه ينت؟ اصلا ابوي قبل لا يصير ابوها هو ابوي، انا اكبر منها. اي بس انتم مو خوات من نفس الام. اي عادي شنو يعني مو من نفس الام؟ انا امي غير عن امها. لا وقالت حكي ثاني بعد. ايش قايله بعد؟ اكثر من هالحكي ايش قايله؟ امك الله يرحمها. ايش فيها امي؟ لا خلاص سامحيني ما اقدر. لا بتحكين ايش قايله عن امي؟ تقول ان امك كانت ماشيه بطريق غلط وان ابوك كان ناوي يطلقها بس هي قصت عليه وقالت له ان هي حامل فيك، وتقول بعد ان ابوك طيب وعلى نياته تالي صدقها وراح سجلك باسمه. انا بمشي. ايه هند في ايه؟ لا الفرصة خلصت يلا على صفك. هند ليه متأخر؟ مش عوايدك يعني تتأخري يا هند؟ تعبانة شوي. طب مش عايزاك تتأخر مرة تانية، اتفضلي اقعدي مكانك. يلا حد يقول لي ما سبب نزول الآية. يلا يلا يا عيشة. تقول انك مو اختها وانك لقيطة وان ابوها هو اللي رباك. تقول ان امك كانت ماشية بطريق غلط وان ابوك كان ناوي يطلقها بس هي قصت عليه وقالت له ان هي حامل فيك، وتقول بعد ان ابوك طيب وعلى نياته تالي صدقها وراح سجلك باسمه. يلا بنات حد يقول لي هل هي صورة مكية ام مدنية؟ هند 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 هندو قاعد تحاجيك. ايه يا هند مش معانا انت النهارده خالص، فيك حاجه؟
أبلا هند شوي تعبانة بطنها يعورها ما أعرف. عشان كذا وجهك أصفر ومبين عليك تعبان. طب عادي استريح. فيها ايش فيك بنت لورين؟ ليش فيك ابو هند؟ ايش فيك انت؟ حد شيء ايش فيك هند؟ ها انت متحكي عني؟ انت بتقولون عني؟ هند وخروا كلكم وخروا، ما بشوف ولا واحد هني وخروا كلكم، حتى انتوا وخروا. متحكي عني؟ قال عني لقيطة. انت متحكي عن امي؟ قال عنها انها هي واحدة مو زينة. انت ما سألتي نفسك ليش اهل ابوي ما يبون امك؟ يعني متحكي؟ انا ما قلت شيء، امي اللي قالت. انا راح اوريك انت وامك. تفضل اخ محمود. انا بلغتك باللي صار لان عارفه الموضوع ما يحتمل التاجيل، بس بغيتك تجيب نفسك وتشوف المشكله اللي سواها بناتك. انا للحين ماني مصدق اللي قاعد اشوفه. يبا والله العظيم يبا، ايه اللي بدت يبا؟ شوف 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 ايش سويت فيني وسويت ملابسي، والله العظيم ما سويت لها شيء، حتى بنات كلهم شاهدين على اللي سويته يبا. بس ولا كلمه. انا ما طلبت منك تتكلمين اخ محمد. هذه مو اول هوشه تصير عندي في المدرسه بين طالبتين. بس بصراحه هذه اول مشكله تصير بين طالبتين خوات وبالمنظر اللي تشوفه. والابله تقول لو ما كانت موجوده كانوا يذبحوا بعض. أنا ما أدري إيش أقول لك. أنا بروحي مو عارف السبب. يعني هم عادي في البيت يتخانقون، حالهم حال الخوات، لكن ما توصل لمد الإيد. واللي مستغربته أكثر إن المشكلة بدت من هند، حسب الكلام اللي قالوه البنات وقت الهوشة. هند اللي اعتبرها من أحسن الطالبات عندنا، متفوقة ومؤدبة وكل المدرسات يحبونها، والناظرة في كل فصل دراسي تكرمها لأنها دائما تتفوق في المسابقات اللي تشارك فيها مدرستنا على مستوى المحافظة. أبطل، أنت وايد متغشين بهند. بس ولا كلمة. وبعدين أظن أنا سألتك عن سبب المشكلة وأنت ما عطيتيني أي إجابة واضحة. أنا قلت لك إن هند ما تحبني وتغار مني. هذا الحكي ما يمشي معاي. هندي كلمة، شو اللي صار؟ هذه حالتها من دخلت عندي الغرفة، ساكتة ومو راضية تتكلم. هند حبيبتي تكلمي، دافعي عن نفسك، قولي. إيه ما عندها شي تقولي يبا، إنها تدري إنها غلطانة. تفضل. السلام عليكم. أنا مشغولة، تعالي بعد شوي. أبلا أنا جايتك بخصوص موضوع هند. وانت ايش علاقتك بموضوعها؟ انا عرفت سبب المشكله وادري ان هند ما راح تتكلم. انا عندي لسان اتحكى، لا تقولين عني شيء. ما راح اسكت. خلصيني بتتكلمين ولا انا اقول؟ يبا يبا سلمى قال حق بنات المدرسه ان انا لقيطه. أنا صدق لقيطة. سمو إيش هالكلام؟ أحد يقول حنخدع الكلام؟ يبا متحجر بشرف أمي.
حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سلمى. مريم اخذي هند برا خليها تهدى شوي. كل من ذوقكم يا حبيبي. هذا كلام تقوله اخت عن اختها؟ والله انا ماني مصدقه اللي اسمعه. هي اللي ما تستحي. المفروض ادمج بالعقال اللي على راسي قدامهم هني علشان تتأدبين يا جليله الادب. سلمى انت قلتي هالكلام؟ ابا انا ما لفت الحكي، العائله كلها تعرف هالسالفه ما عدا هند. يعني انت تعترفين؟ اخ محمد الاجراء اللي راح تتبعه داخل البيت لحل المشكله هذا شيء راجع لك، لكن انا مضطره ان افصل بنتك اسبوع عن المدرسه وهذا اقل عقاب تستحقه. المفروض استاذه تفصلينها كورس كامل لان اللي سوته مو شويه. هند كانت تدري لردة البيت أبوها ما يقدر يمديد على سلمى ولا يقدر يحاسب فاطمة ويوقفها عند حدها اللي قالته، يعني حقها ضايع لأن ما لها ظهر. فاطمة صبر فهم السالفة بالأول. إيش سالفته بعد؟ مرتها لا تمسك إيدي فاهم؟ بين السالفة إشكالها واضحة بعد إيش تبي؟ سألي سلمى إيش قايلة عن أختها هند؟ عيوني اسمها سلمى على اسم أمي الغالية الله يرحمها. إياني وياك مرتين أسمعك تقول سلمى، روح قول حق هذيك هندو. مو وقتها الحكي. قولي لها إيش قلتي عن أختك؟ عرفتي الحين بنتك مسوية؟ تمشي وتقول هالخرابيط بين بنات المدرسة. يما والله ما قلت شيء، بس حق الفيش صار وانا ايش دراني شلون وصل حكي حق اندوانا، ايش دراني يعني؟ وش حق تقولين هالكلام من اصل؟ وهي ايش قايلة؟ ما قالت الا الصج ولا احنا كذابين؟ يا فاطمة، يا فاطمة حرام عليك، انت تعرفين ان هالكلام مو صحيح. عشتوا وهلك على هذا اللي يقولونه ويتحجون فيه شنو؟ من عندنا جايبينه؟ حكي فاضي. اتحداهم يكون عندهم دليل واحد. والله انت اللي مخدي مو صاحي يا بت هالبنت ودبستك فيها وحطتها باسمك مالت. حرام عليك يا فاطمه، المره ميتي لا تطعنين بشرفها، سنتين على ذمتي ما شفت منها شيء مو زين. عشتوا حبيبي هذا قدامك لكن يا غافلين لكم الله. يا هلا يا هلا ومرحبا يت بنت سحر، ولك عين بعد تحطين عينك بعيني؟ سحر توفت لا تجيبين سيرتها على لسانك. ولا شنو؟ بتطقيني؟ تهدديني وفي بيتي بعد؟ البيت بيت ابوي. عشتوا قديمة حبيبتي، صدق يقولون يا غافلين لكم الله، حبيبتي البيت هذا مسجل باسمي، بأي لحظة أقول لكم كش طلعوا برا أنت وياه، ولا ما تدرين؟ ما تحكي أقول شيء. حرام عليك يا فاطمة، حرام عليك، هذه إزاي أكرمتك وسجلت البيت باسمك. عشتوا قصر فرسان اللي مسجل باسمي كلها طابوقتين حبيبي فوق بعض، ما ادري والله. شرها مو عليك، شرها على سجل البيت باسمك. سمعيني عاد تأدبي وتكلمي معاي عدل، مو انت بعد تراددين وتطولين لسانك علي، واذا هذا ما عرف يربيك انا عرفت. فاطمه انا جبان. فاطمه حرام عليك. يمه واي يا حلو الريحه، ريحه الطباخ. يمه 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 عافيه. ايوه يلا كاني ما خلص لحظه. يلا نجبي ان شاء الله. ان شاء الله تعب مستعيله. يمه يا حلوه ديري بالك ترى حار. اوه شكلها طبخه جديده اليوم. ساسويها يمه، قلت اجرب اسوي لي طبخه جديده وإن شاء الله إذا طلعت حلوة أسويها إذا أبوكم رد بالسلامة. يا سلام، يعني إحنا في ران تجارب؟ منو قال؟ أنت قلتي طبخة جديدة وبجربها فيكم. ويا يما ما أقدر أسويها وأبوك موجود. يا حادي وإذا طلعت مو زينة؟ ويه تبينه يقوم من السفرة وما ياكل؟
لا 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 بصراحة كارثة مصيبة بيحوشنا زلزال. تطني زين حضرتك روحي ذهبي للسحور. إن شاء الله. أقول لك عاد أنا عمري ما شفت أبوي يساعدك ولا يسوي ربع اللي أنت قاعد تسوينه عشانه. إيش تبينه يسوي لي؟ يطبخ لي مثلا؟ إي عادي ما فيها شيء. حل القاصر بعد ترى أنت النادي مو صاحية. عيل أنت ما شفتي الأجانب شو يسوون؟ يدلعون حريمهم ويدللونهم ويسوونهم يدهينا لا تنكتين. هذا انت قلتيها الاجانب مو احنا، احنا ريايلنا غير، ريايل صحراء ناشفين بس كلهم طيبين. حتى الكلمه الحلوه ما يقولون هش دعوه. يما انا ما شفت ابوي عمره يقول لك كلمه حلوه، ليش؟ مو لازم يقول لي كلمه حلوه. مو لازم يدلعني، انا راضيه. راضيه ها؟ اي. والله شيء غريب بصراحه. ليش راضية؟ راضية ليش إني أحب؟ هي يما أنا يتيمة الأب وخذيت أبوك صار أهو ريلي أهو أبوي أهو حبيبي أهو دنيتي كلها. شوفي يما أبوك صدق ناشف بس حب قلبه طيب. يما أنا أدري إن أبوي طيب وانا طول عمري اتمنى اتزوج ريال نفس ابوي، بس يعني ايش رايك؟ مو يبي له تعديلات شوي؟ اقول ومو كنا تقرقين وايد، ترى برد الاكل، يلا ودي ودي الاكل ودي. ان شاء الله. ما نخلص من سوالفك. يلا روحي. اوف حنا هالبنيه ما شاء الله عليها. عاد من وين تجيب هالسوالف؟ فصلوك اسبوع من المدرسه؟ كله من هندي يما. ابوك ما كلم الاخصائيه وحاول وياها؟ ابوي قاعد يقولها فصلها من الكورس كله مو بس اسبوع. ما ادري ايش في قاعد شيش علي، مو كني بنته. اوري هذا ابوك ان ما اعطيتها العين الحمراء ما اكون انا فاطمه، والاخصائيه هذه انا باكر بروح لها بوريها شغل الله، بخليها بيزه ما تسوى. يما ايش تبين؟ ابوي ليش يحب هندو اكثر مني؟ شابه امها شكله انه سحر للحين يحبها حبه القراده. بس هذه ميته من زمان. اقول لك يحبها، خلى اهلها كلهم بصوب وهي بصوب، كذب الكل وصدقها، اهلها اساسا ما كانوا يبونها. الحين بفهم يعني هند هذه اختي ولا لا؟ ما ادري، العالم الله، بس ماكو دخان من غير نار. الناس لو مو شايفه شيء ما تتحكى. نشركم ان شاء الله. يبا سجل كلام اللي قاله عن امي. لا يا هند. كله حكي فاضي وخرابيط ما عليك منهم. عيل ليش ما طلعوا حكي عن امي؟ لانهم ما كانوا راضين على زواجي منها. ليش انها مو كويتيه؟ ولما زادت المشاكل خليتها ترجع ديرتها لين ما تهدا الاوضاع. بعدين اتصلت علي بعد فتره تبشرني انها حامل فيك. كان اطنش الكل واخليها ترجع الكويت. للاسف عماتك وزوجات عمامك ما وقفوا حكي بطالي عليها. ليش؟ لانهم ما يحبونها ولا يمثوا. صدقتهم؟ ابد. والدتك الله يرحمها كانت مره خايفه ربها، مصليه وصايمه. مستحيل كنت أكذب اللي أشوفه بعيوني وأصدق كلامه، مستحيل. يبا يعني أنت ما قدرت توقفهم عند حد ومدبنا عمام من منهم يتحجون عن أموي؟ للأسف لا يا بنيتي. وهي الله يرحمها احترت واقتهرت من الكلام اللي تسمعه منهم. وقت الولادة فيك اختارها رب العالمين الله يرحمها. بس انا ابيك يا بنيتي تحقرين سلمى وما تسمعين حكيها ولا حكي فاطمه. انت يا هند بنتي بنت سحر ولا حد يقدر يغير الحقيقه. سمعتي؟ من أصدق كلامك يبا ولا كلامها؟
على ابوي شكوا امي. ليش انا ما اشبه ابوي؟ اصلا ما اشبه ولا احد من عندنا. اذا كانت الحقيقه ساعات مره وصعبه، فالاصعب منها انك ما تقدر تعرفها او تتاكد منها. الله يكون في عونك يا هند. شلون بتوصلين للحقيقه؟ شلون؟ ها خالصه؟ انت ايش لابسه؟ ترى احنا رايحين مستشفى مو حفله. بدله لقيتها عندي من زمان مو لابستها، يعني ما البسها؟ اي اوكي لبسيها بس مو حق مستشفى، وايد ضيجه. الحين راح اخذ وقت وايد على ما ابدل بدله ثانيه، ولا ما تبين تشوفين ابوك؟ يلا مشينا. احمد يلا عاد قل لي شنو المفاجاه؟ يبا المفاجاه بوديك مطعم. خوش مطعم ايطالي اكلاته على كيف كيفك. صحيح؟ اي عرفتي؟ هاي المفاجأة ذبحتيني. وين رايحين؟ هلا يوه رايحين نتعشى. ليش؟ شنو اللي ليش؟ غريبة تشوفين أمك وأبوك يروحون يتعشون مع بعض؟ لا بس أنا اللي عارفة إن أنتوا زعلانين من بعض. وتصالحنا، وين المشكلة؟ ما في مشكلة ولا شيء، قومي يا حبيبتي بدلي وتعالي معنا يلا. لا باكر عندها مدرسة. لا عادي، أنا كل مرة أنام متأخر. بس أنا أقول تنامين مبكر وايد أحسن. يبا ايش قررتوا الحين؟ خلاص يا احمد روح شغل السياره وانا جايه. انا وابوك نبي نطلع بروحنا، ما في داعي نشتين معانا. ليش ما يجي وياكم؟ انا وابوك عندنا امور خاصه نبي نتكلم فيها. حسباك انا ما ادري ايش كذي قاعد تسوين. قاعد تعدلين العلاقه بينك وبين ابوي عشان لا تطلقين وتخسرين كل شيء. شنو انت قعدت لي قاعده؟ ابي اعرف انت بنتي ولا شريشتي. والله عاد نتساهل نتكافخ نتصالح كيفنا. لا انا ادري راح ترجعين حق طبعك القديم وتضايقينه وتزعلينه وترجع حليمه حق عادتها القديمه. هذا أبوك ولما أرجع لي حكي ثاني معاك. لا الحمد لله يبقى نتائج التحاليل كلها جيدة. الحمد لله رب العالمين، ربي لك الحمد والشكر. بس دكتور السسترات أذوني قفضوني كل ساحب ره كل ساحب ره وما طقوني ابره سحبوا مني دم. خصوصا السستر هذه ليه متعاد؟ ما يخالف يبا التحاليل هذه لازم تنعاد لك كل يومين عشان نطمن على صحتك. نستحمل امرنا لله نسوي بعد. تعبرني على شيء ثاني يبا؟ ابي سلامة عمرك وتعيش ما تشوف شر ان شاء الله. الله يجيرك عن الشر. جزاك الله خير. دكتور هلا. بس بغيت اسالك الادويه هذه يستمر عليها ولا لا؟ شوف هذا ما له داعي لان احنا قاعد نعطي نفس الدواء، وهذا فيتامينات عادي ما في مشكله انه يستمر عليه، وهذا حق الضغط ضروري ياخذه حتى اذا طلع من المستشفى. مشكور وايد دكتور ما تقصر. العفو ما سوينا شيء. مريم تعالي كنت قاعد اسال الدكتور عن الادويه مالت ابوك وشرح لي كل شيء بالتفصيل. مشكور دكتور. العفو ما سوينا شيء. يما ابوي يبيك. هو يما ايش فيك؟ ابوي يبيك. ما شاء الله انت يمها. اي امي. حسبتكم خوات. هي الكل عباله ان احنا خوات. اصلا انا تزوجت فرق العمر بيني وبين امي مو وايد عشان كذي الكل عباله ان احنا خوات وناسه يما صح؟ صح. خير ان شاء الله انا اذنكم. تفضل. هو ايش فيك؟ يلا تعالي يا ابوي بيك. شكرا
السلام. عليكم السلام. قاعدة بروحك عيل، وين أمي؟ يعني وين بتكون؟ بالسوق ولا الصالون؟ رايحة درس. لا أمي حدها درس أدري. تصدق عاد؟ عيست وأنا أحاول أغير فيها بس ماكو فايدة. لا تحاولين ولا شيء، أمي بتظل نفس ما هي. زين أنت طلعتي مكان اليوم؟ وين أطلع يا حظي؟ كاني قاعدة بالبيت. أنت قلتي حد معاذ وما رضي؟ وي عاد معاذ أخوك. أصلا معاذ يبيني أقعد أسبوع بالبيت وما أطلع. أنا أكلمه، شنو قاعدين بسجن إحنا؟ لا لا ولي عافيك، لا تكلمه ولا شيء. أخاف تصير هوشة بينك وبينه وأمي تقولنا أنا السبب. يا حبيبتي يا عايشة، ليه متى بتتمين محبوسة في البيت؟ لين أبوي يرد بالسلامة. صدقين عاد؟ خايف أبوي يرد ويسوي لي سالفة. ليش؟ أنت شو مهبب؟ ما قمت أروح مركز الشباب. ما أدري، خايف أبوي يوصل له خبر وتوهق. طول عمرك تروح المركز، شو اللي تغير الحين؟ أنا تغيرت يا عايشة، صار عندي ربع، أطلع معاهم، أروح، أستانس، ودي أقضي الوقت كله معاهم. بصراحة أنا كنت أروح المركز بس عشان أرضي أبوي. ليش ما تقسم وقتك؟ بين المركز وبين ربعك ما فيها شيء. واللي ما له خلق يروح المركز، شو يسوي؟ وتغير صهيب، كبر. ما عاد الولد الصغير اللي يقدر أبوي يتحكم فيه. المشكلة إن أبوي وده يمشي الكل على طريقته. وحسب ما هو شايفه صح، مو شرط تكون انت يا يبا دايما صح، مو شرط. ميري تتعرفين امي؟ ايه انا من زمان موجود هنا، قبل انت ماما الله يرحمها انا موجود هنا حبيبتي. امي كانت زينة؟ ايه ماما سهر وايد زين، والله أنا أحب ماما سهر وايد. إن شاء الله ماما راح جنة. إن شاء الله يا رب. زين ميري بقولك، أمي متى حملت فيني؟ ماما سهر سافرتي، ممكن واحد شهر اثنين وادري، أنا نسيتي حبيبتي. بس هي يجي تاني مرة حامل، يجي حامل يعني يجي كويت في حامل انتي. زين بقولك، أمي كانت تحب أبوي ما في جنجال؟ لا حبيبتي، ماما سهر واجد مسكين ماكو شوت، مو مثل ماما فاطمة اللي طول سوي جنجال وصرت كله. زين بقول لك ماري، أنا ما أشبه أبوي. حبيبتي أنت مثل ماما سهر، مثل صورة. عشتوا شو هالقعدة الرومانسية اللي قاعدينها؟ حضرتك هادة كل الشغل وقاعدة هني. ماما أنا من زمان شكل قلص. لا حبيبتي خلود بيتعشى. ماما أنا سويت يا شاهي كلود. بيتعشى مرة ومرتين وثلاث، ماكل من بيت أبوك هو، قومي سوي له عشاء. شنو ماما اثنين مرة عشاء؟ يلا عاد لا ترددين، قومي في الزي، هذا اللي ناقص بعد البيت بيت أبونا وقاموا يحكمونا. يلا. ما 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 قاعدة على البحر. ايه معبال شاي الضحى عيل، وين الكيك والحب؟ الحمد لله والشكر، قاعده مع الخدامه عبالها رفيجتها. والله عاد ميري مو خدامه، لان هي معانا هني بالبيت من زمان، فانا عادها واحده من الاهل. ايه لانها من ريحه المرحومه، اشوف ايش لاصقه فيها، طابقه شنو نطبقه. فاطمه وافقه تب بتعلمني يعني؟ مالت عليك، اشوني انا مدخلتك مدرسه. والله لو لو بعد تبويك الحين مالت طبقه شنو طبقه.